محمد، اي سكول توقعت من اسم المنصه انها هوم سكولينج، بس هي هوم سكولينج بشكل تاني، فبليز احكي لنا محمد، احكي عن اي سكول بقى، ماذا فعلتم؟ تمام. هو الاسم فعلا هو كان هدفه ان احنا بنعمل حاجه يعني كتعليم، بس تعليم مختلف. هي اي سكول هي منصه تعليم برمجه للاطفال من سن 6 سنين لسن 18 سنه. هدفها ان احنا نعلم ونأسس الاطفال في مجالات الترند تكنولوجيز ومجالات البرمجه، مجالات الذكاء الاصطناعي، الماشين ليرنينج، الداتا ساينس، الويب ديفلوبمنت، الجيم ديفلوبمنت، من خلال تدريبات بتتم اونلاين لايف. الاطفال بتقدر تخش مره واحده في الاسبوع من خلال المنصه لمده ساعتين مع مدربين برمجه محترفين. ممكن يخشوا 1 تو 1، يعني الطفل بيخش مع مدرب لوحده، او بيقدروا يخشوا في جروب يبقى عددهم من 4 لـ6 طلاب، بحيث ان عددهم يبقى قليل وتركيزهم يبقى عالي ويكونوا من نفس الفئات العمريه. احنا عملنا مناهج علميه لفئات عمريه من سن 6 سنين لسن 8 سنين، بعد كده من سن 9 ل 12، بعد كده من سن 13 ل 18، بحيث ان كل فئه عمريه يكون ليها المنهج الخاص ليها، بيكون ليها السوفت ويرز والتولز اللي بيستخدموها عشان يقدر البرمجه تتبسط للسن الصغير خالص، وفي نفس الوقت تبقى حاجه ادفانسد للسن الكبير. طيب اي حد بيسمعك هيقول ده اوبشن عالي ومتقدم، بس اشرح لنا واشرح للناس قد ايه البرمجه مهمه جدا للسن ده، وقد ايه هي كل المستقبل تقريبا. متهيألي هتبقى يعني اهم من المدرسه بعد شويه. يعني المدرسه طبعا اساسيه عشان التعليم الاساسي سواء كان لغات او كده، بس البرمجه برضو بقت حاجه اساسيه. احنا شفنا في الكورونا ايه اللي حصل، الناس كلها ما عرفتش تتحرك ازاي، وقد ايه الناس كلها اعتمدت على التكنولوجي، والناس اللي ما كانتش عندها تكنولوجي وقتها حصل لها ازمات كبيره جدا، وفي ناس فقدت وظائف كبيره جدا بسبب التكنولوجي. فاحنا هو ده الواقع اللي احنا فيه. فالاطفال محتاجه تتاسس وتتعلم في البرمجه ايا كان مجالها، سواء كان هيشتغل في المجال الطبي، سواء كان هيشتغل في مجال الحسابات، مجال القانون حتى، محتاج دلوقتي كل يبقى عارف برمجه، لان البرمجه مش مجرد حاجه بستخدمها للتطبيقات او لصناعه السوفت وير بس، هي فكر. يعني لما الطفل بيبتدي يتعلم من هو صغير برمجه، فكره نفسه بيتغير، بيتعلم يعني ايه لوجيكال ثينكينج، يعني ايه بروبلم سولفينج، ازاي يعرف يرتب اولوياته، ازاي يعرف يحسب الورست كيس سيناريو ويحله ازاي. فدايما بيبقى عنده probabilities كتير قوي بيفكر، فده بيفرق معاه حتى في المدرسه. يعني الطلاب اللي بتتعلم برمجه من سن صغير بيبقى دايما تفكيرها وعندها ماتيوريتي اعلى، وبيعرف يحل في المدرسه بشكل افضل بكتير. يعني محمد، اللي انا بقراه عن المنصه ان انتوا عندكم 9000 خريج على مدار الثمان سنين، عندكم شبكه للاباء، والموضوع كانه فعلا مدرسه قائمه بذاتها. يعني كل الخدمات دي بتقدم، ايه مصادر الدعم ليها؟ الخدمات كلها بتقدم اونلاين. احنا عندنا الحمد لله فعلا 9000 خريج، عندنا طلاب من كل محافظات مصر، عندنا طلاب من السعوديه، من الامارات، من البحرين، من قطر، من الكويت، من عمان، وعندنا طلاب من المانيا ومن امريكا ومن كندا، لان المناهج بتاعتنا اوريدي موجوده بالعربي وموجوده بالانجليزي. وشكل المنهج عندنا انه حاجه مستمره، احنا ما بناخدش مثلا ده كورس مثلا هتاخده اسبوعين او هتاخده 4 ايام وخلصت انت كده بقيت تفهم برمجه، لا، الحاجه دي مش حقيقيه. عشان تتعلم وتتاسس في البرمجه احنا في ايسكوم بنبليف ان انت محتاج على الاقل تقعد سنه تتعلم برمجه. عشان كده المناهج عندنا متقسمه لليرنينج موديولز، كل ليرنينج موديول مدته 3 شهور، فالطفل بيخلص 3 شهور، بعد ما بيخلص 3 شهور بيسلم فاينل بروجكت، البروجكت ده بيحصل عليه اوديتنج ومراجعه، بعد كده بيسلم البروجكت بتاعه، بياخد سيرتيفيكت انه خلص المديول ده ويخش على المديول اللي بعده. فالسنه اللي هو بيحضر فيها دي بيحضر فيها 4 سمسترز، كل سمستر مدته 3 شهور، وبعد ما يخلص اقصد اقول لك يا محمد، هو بيدفع الفيز او التكلفه بتاعت الكورسز دي، ولا انت كمان بتجيب برامج دعم ومنح؟ الاثنين. احنا عندنا الحمد لله، يعني عندنا الحمد لله منح في اي سكول، بنعمل سكولرشيبس لطلاب متميزين، ونعمل منح وانشيتيفز مع وزارات ومع حكومات سواء كان في الخليج، وان شاء الله بنحاول نعمل ده في مصر باذن الله. وفي نفس الوقت في سبسكريبشنز الطبيعي لاي حد عايز يشترك في اي سكول يقدر يشترك من خلال سبسكريبشنز، اشتراكات شهريه او كل 3 شهور او اشتراكات سنويه. أنا بشكرك شكرا جزيلا يا محمد، ومبروك التصنيف ده، لأنه ده نجاح مهم جدا. عمرك كام سنة يا محمد؟ 28 سنة. كام؟ 28. 28، ده يعني معاك سنتين كمان تفضل تعمل حاجة حلوة كمان السنة الجاية، تفضل في 30 under 30. بدأت المنصة من 8 سنين، يعني أنت عمرك 20 سنة؟ لا، المنصة بدأت من 2018، من 4 سنين. ده من 4 بس، وكل الإنجاز ده حصل في 4 سنين؟ تحياتي. الحمد لله، احنا تيم الحمد لله قوي، يعني احنا دلوقتي اكتر من 100 فرد في العيله بتاعت سكول. يعني تحياتي، بشكرك يا محمد، وسعداء جدا وتشرفين انك كنت معانا في التاسعه.